وصلنا شهر مارس، يعني شهر سامسونج. شركة سامسونج يوم 17 من هذا الشهر راح يكون هو الموعد الرسمي الإعلان عن سلسلة هواتف فئة الأي الجديدة، تتضمن الأي 33، أي 53، بالإضافة للأي 73، واللي راح أتكلم عنهم بالتفصيل بالفيديو القادم إن شاء الله. لكن بهذا الفيديو راح أتكلم عن أحد هواتف سامسونج الشهيرة أيضا من الفئات الشهيرة، واللي هي فئة الإم، وبالتحديد الإم 53. فخليكم وياي. السلام عليكم متابعيني الأعزاء، وأهلا بكم بهذا الفيديو. راح أذكر في البداية سعر هذا الجهاز المتوقع أن يكون من 450 إلى 480 دولار، حتى باقي المواصفات اللي راح أتكلم عنها تقارنها مع هذا السعر بالتحديد. بالنسبة لهواتف الإم فأكيد كالعادة التصميم راح يكون من البلاستيك، يعني كمواد تصنيع ما راح يكون عندنا شيء جديد بهذا الجهاز، ولكن بشكل أكيد لازم يكون أكو تغيير بسيط، والتغيير هذا راح يطرى على مربع الكاميرات الخلفي، بالإضافة ممكن إلى نقشة الجهاز الخلفية، ولكن كمواد تصنيع فيها نفسها راح تظل البلاستيك، ما راح يكون عندك أي اختلاف. ننتقل للواجهة الأمامية وتحديدا الشاشة. عندك شاشة هنا راح تكون بحجم 6.7 إنش من نوع أموليد وبدقة الفول اتش دي بلس. معدل تحديث بهاي الشاشة راح يكون 120 هرتز، والشاشة الأمامية راح تكون انفينيتي او مو انفينيتي في، يعني الكاميرا الأمامية راح تكون على شكل البانش هول أو قطرة الماء، وبالتأكيد هذا الشيء ينطي استحواذ أكبر للشاشة. ننتقل للأداء وعلامة الاستفهام الكبيرة هنا بصراحة. بهذا الجهاز من سامسونج تحديدا بحسب الأخبار الأخيرة راح يجي مع معالج ميديا تك الدايمنسيتي 900، 8 جيجا بايت رام، وراح يكون عندك ذاكره 128 او 256 جيجا بايت. طبعا بالنسبه لنظام التشغيل اكيد راح يكون اندرويد 12، راح يكون منصب مسبقا على الجهاز، بالاضافه لواجهه سامسونج الاحدث الون يو اي 4.1. تعليق بسيط على هذا المعالج اللي مفروض انه يكون هو مستخدم بهذا الجهاز، يعني تسعه ال 450 او 480 دولار ابدا ما راح تكون منطقيه مع هذا المعالج، بالنهايه هو معالج متوسط. ولكن هواتف سامسونج بصراحه بهاي الفئات، فئه الام بالاخص الام 53 الام 52، اسعارهم ما كانت منطقيه بصراحه. اتكلم عن السوق العراقي طبعا، بالتاكيد هذا رايي، اشوفه مو منطقي ان تخلي شيء معالج بهذا السعر تحديدا وتريد تنافس به بالسوق العراقي اللي به حرفيا كوما شركات، والمنافسه به صعبه وقويه جدا، على الاقل هذا رايي الشخصي. راح يكون عنده اربع كاميرات خلفيه اساسيه بدقه 108 ميجا بكسل، وهذا حساس جديد يستخدم مع فئه الام، يعني شغله ايجابيه هاي. الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، الماكرو راح تكون بدقه 2 ميجا بكسل، والدبث راح تكون ايضا 2 ميجا بكسل، الاماميه 32 ميجا بكسل. يعني سيت اب الكاميرات جيد بهذا الجهاز بحسب الارقام طبعا. اما بالنسبه للبطاريه فراح تكون بحجم 5000 ملي ام، اكيد يعني فئه الام معروفه بهاي الشغله واللي هو احجام البطاريه الكبيره. منفذ الشحن اكيد يو اس بي سي، والشحن السريع هو 25 واط. صراحه الشحن هذا مو بالمستوى، ولكن مثل ما اعرف شركه سامسونج هاي يعني موضوع الشحن شويه حرج هنا. واخيرا نتكلم عن البصمه والسماعات. اتمنى انه الجهاز يجي بصمه جانبيه بالاضافه للستيريو سبيكر، لكن لحد الان شغلتين غير اكيده، او بعد لحد الان امور غير واضحه بالنسبه لهاي الشغلتين. هذا كان كل تفاصيل هذا الجهاز، بالتأكيد أعيد رأيكم بهذا الهاتف اكتبوا لي بالتعليقات، وتتوقعون راح يكون خيار مناسب إذا توفر عندنا بهذا السعر أو حتى إذا بسعر 400 دولار، اكتبوا رأيكم بالتعليقات، وبالتأكيد أنا محمد، وأشوفكم بالفيديو الجاي.